أول حاجة لفظ صعافقة وكذا، والألفاظ ذكرها الشيخ، وذكروا الشيخ البغوي الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة، وإنه ديل الناس اللي ما عندهم شنو، ديل الناس اللي بيخشوا السوق وما عندهم رأس مال، بيجوا بيشتغلوا ساكت، وبعضهم ناس قالوا هم رذالة أو رذالة أو أراذل الناس، عرفتها؟ فده موقف شرعي، وفيها أدلة كثيرة جدا. ابن عباس رضي الله عنهما لما قال نوف البكالي أو البكالي، لما قال موسى ابن عمران ليس هو موسى صاحب الخدر، قال ابن عباس كذب عدو الله. فما قولك انت يقبل في انه ما يسموهم ويترك كلام الشيخ محمد ابن هادي المدخلي في وصفهم بهذه الاوصاف؟ ها، وذكر لك الشيخ الاسباب مفسره ومبينه، فيلزم ان تاخذ ايها المدعو نزار هاشم بكلام الشيخ. وعشان تعرف تناقض نزار هاشم في موقعه، بيقول لك كلمه او درس او محاضره الإمام العلامة، والله بيكتبها كده، العلامة الشيخ محمد بن هادي المدخلي في كذا وكذا، أنا قبل خشيته لكن ما حبيت إنه أحفظ الكلام ده كثير، ما كنت مركز معه، عرفته؟ فبيجيب الشيخ العلامة، هسي اللي خلاه ما علامة شنو؟ لأنه الطعن في هؤلاء الصعافقة، الطعن فوقهم، ما عندهم رأس مال، ناس بيقطعوا الطريق، ها؟ بيجي الدرس بتاع الشيخ سليمان الرحيلي في الحرم النبوي، بس لو قعدت في الحرم سيدي درجات عظيمة، وصليت في الحرم وكذا، دي درجات عظيمة، جلوس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورباط، وأدلة كثيرة. وديلك عندهم مسجد عملوا درس عشان يقطعوا الطلبة ما يمشوا للشيخ سليمان الرحيل، عرفته؟ فهؤلاء صعافقة قطع طريق، عرفته؟ وأبشر يا نزار هاشم، يا أخي نزار هاشم بينكر الألفاظ دي على الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وبيسمي دعاة التوحيد منافقين، شيخ مزمل، شيخ أبو بكر وغيره من دعاة التوحيد، قال هؤلاء منافقين فيهم نفاق. هذا الخبيث أبو عداد هو على قتل مسلم يطعن في نزار هاشم، لأن هذه دعوة ما هو لعب يا أخي. طيب كونك تدخل على الشيخ ربيع، الشيخ ربيع إمام وجبل وإمام في السنة، ما عندنا شك في ذلك، لكن قد يلبس علينا الملبس، قد يأتي الإنسان يتغمص يكذب ينافق، هذول عن النفاق يا أخي. صح. ينافقون. والكلام ده بيقولوا لواحد من أتباع الدجال محمد مصطفى عبد القادر، بيقولوا له في مكالمة معه، عرفته؟ قال هؤلاء منافقون وعندهم نفاق، فهمته؟ والزول اللي بيسجل لك المكالمة ده، زول ده اللي انت قلت له الكلام ده وشال منك الكلمات دي، ده إنسان بيقول لما ذهب آداب إلى لقاء ربه ربيع، زول سيء، ما يسلم منك ديل وتديهم في الكلمات اللي بيطعنوا بها في دعاة التوحيد، وما يسلم منك العلماء الكبار. ولذلك نقول أبشروا، فهذه هي الحلقة الأولى، ونحن من حقنا أنه ندافع عن علمانا، ويعني أن نذب عن عرض المسلمين، والذب عن علماء أهل السنة والجماعة أولى وأولى. وإن شاء الله نحن منابرنا متواصلة، عرفتها؟ وأنصار سنة ما تفرح، لأنه نحن شغلنا ذي بالدليل، جيت تلعب على علماء بحق تلعب بهم، بندوسك كده هواري، بننزلك تحت، تعال المنبر الجاي شيل معاك كتب انصار السنه، فهمتها؟ ان شاء الله بننجمهم، ولسه ان شاء الله لسه بتطل، فهمتها؟ ودي بدايه، ولسه نحن ما علقنا، دي صفحتين ثلاثه بس، لسه بقيه الصفحات موجوده، والناس ما يشتغلوا بكلام هذا الرجل المسمى بنزار هاشم، وهو يتمسح بهذه التزكيات وليس هو لها باهل، ولكن العالم قد يزكي الإنسان لما ظهر له من حاله، وكما قال الشيخ العلامة ربيع، فإن من الضعف العلمي أن يتمسك الإنسان بهذه التزكيات مجردة عن الدعوة إلى المنهج السلف الصحيح. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.